من خان يونس مراسلنا حازم البنا. حازم أهلا بك، طلعنا على آخر تطورات الميدانية والصورة من عندك. نعم، تحية لك مروج. الواقع بأن إسرائيل الآن تخوض حربا على جبهتين، الجبهة الأولى هي جبهة المحاور التي تتوغل فيها سواء في الشمال الشرقي أو الشمال الغربي أو في عمق مدينة غزة أو في محورها الجنوبي الغربي بالقرب من محور شارع صلاح الدين والشريط الساحلي. عمليا في هذه المحاور الأربعة مروج يخوض الجيش اشتباكات عنيفة مع مقاتلي حركة حماس الذين قالوا قبل ساعة من الآن والفصائل الأخرى بطبيعة الحال بأنهم ما زالوا يشتبكون مع قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة وأيضا في مناطق في عمق مدينة غزة، ويحاول الجيش الإسرائيلي التقدم أكثر من الجهات الغربية باتجاه الجهات الغربية، كما لاحظنا تقدما في محور مفترق السرايا وملعب اليرموك. هذه المحاور التي بدأ الجيش يعني يخوض فيها اشتباكات، ما يؤشر إلى أن الجيش يتقدم أكثر ويخوض اشتباكات ضارية وسط مواجهته للعبوات الناسفة وقذائف الياسين المضادة للدروع كما تطلق عليها حركة حماس، فضلا عن كشف مزيد من الأنفاق في منطقة مدينة غزة. لكن الخطير في الأمر أنه غزة الآن محجوبة عن مصادر المعلومات، لا يوجد بها صحفيين ولا يوجد بها طواقم عاملة تستطيع أن تتواصل عمليا مع الجهات الإغاثية لنقل حقيقة ما يجري. من يصل من مناطق مدينة غزة يقولون بأن هناك العديد من الجثث ملقى على الأرض، العديد من العائلات المحاصرة بينهم جرحى ولا يستطيعون الخروج، وهناك محاولات عملية من قبل الصليب الأحمر لإغاثة هؤلاء. والجبهة الأخرى التي يخوض فيها الجيش أيضا يعني مواجهة هي محاور المشافي التي يحاصرها، ويحاول المقاتلون من الفصائل المسلحة صد هذه التقدم للقوات الإسرائيلية التي نجحت عمليا في اقتحام مستشفى الرنتيسي وأيضا مشافي أخرى تحاصرها، ولكن لم يدخل بعد الجيش الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء التي تتكدس فيه الجثث وتعاني الطواقم الطبية فيه من هذه الأعداد من الجثامين، ويحاولون حفر مقبرة جماعية وسط يعني قلة الإمكانيات ونقص الأدوية، فضلا عما يجري في مشافي أخرى مثل مستشفى الأندونيسي الذي يقصف محيطه والمستشفى القدس الذي أيضا يقصف محيطه، وهم في انعدام لقدرة الحركة أو الخروج من هذه المشافي يعني نقل الجرحى أو الضحايا. لذلك كل ما يجري في مدينة غزة يؤشر بأن هناك حالة كارثية من انعدام كل وسائل الحياة وانعدام قدرة المرافق الحوية للمشافي على العمل، وبالتالي أصبحت منطقة منكوبة ومعزولة. الجيش يفرض عمليا حواجز إسمنتية على طريق صلاح الدين في محاولة لأيضا تفحص هؤلاء النازحين فردا فردا، ووضع منظومة جديدة يستطيع من خلالها كشف ملامح الوجه والتعرف على الشخصيات التي قد تكون مطلوبة أمنيا لإسرائيل، وبالتالي يقوم باعتقالها. وبعض شهود العيان يقولون بأن الجيش بالفعل يعتقل عدد من هؤلاء وقد يطلق النار على أي حالة يشتبه بها. لكن فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية مروج، الأوضاع كارثية سواء في مناطق النزوح هنا وفي مناطق الجنوب. بالأمس ذهبنا في جولة ميدانية لتفقد أوضاع هؤلاء النازحين وأيضا تفقد أحوال الأطفال الذين يعيشون أوضاع إنسانية كارثية في هذه الخيام وفي مراكز اللجوء وسط انعدام كل إمكانيات الحياة، ونحن على موسم أيضا الشتاء وجدناهم يقومون بأعمال لا تناسب دورهم، والبعض تعلم شغلات لم يكن يألفها من قبل، ولكن المخاطر الصحية مع دخول الشتاء وانتشار الأوبئة تضع هؤلاء الأطفال عمليا في مصير مجهول كما سنشاهد في التقرير التالي.